ايه اللي جابك ورايا؟ في القفله تليفونك، انا مش عارف اوصل لك. وتوصل لي ليه؟ ما انا قلت لك ان كل حاجه خلاص. خلاص ايه؟ مفيش حاجه اسمها خلاص. انا كده مش هستسلم انا بالصوره كده، انا مش هتجوز حد غيرك. يا عرفت اللي انت عملته ده؟ ايه اللي بعمله ده؟ انت بتعمل ايه ده؟ ربنا يوريك ايه اللي حصل فيه. ربنا يوريك. انت عارف انت اللي عملت فيك كده؟ ايوه انا اللي عملت كده. ما عادش فيك يا عم، انت جاي بتتفرق على الراجل. محدش رضاك في بلدنا، كل واحد يعمل حاله. وربنا يوريك. امشي انت، تعالي هنا. امشي بقول لك، امشي تعالي هنا. كويس، تعالى تعالى معايا. انا صاحب بالك، تعالى تبقى كويس. تعالى واحده 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 واحده. تعالى خش خشي خشي قدام. ده جن انت، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه ايه يا ولاد مالكم؟ اسألي البيه ماشي ورايا بعصاية وشاف هشام واقف يكلمني يا مضربه على دماغه موقعه. يا مصيبتي، وانت تقفي تتكلمي معاه بتاع ايه؟ انا والله ما وقفت اتكلم مع حد. هشام هو اللي شافني واقف اتكلم معايا، والبيه فضحني في نص الحته. اخس عليك يا نادي، دي حمله برضو تعملها يا ابني. انت ايه مخك مش في دماغك؟ انا ليا كلام مع ابوه. تعالي يا روح. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، اقعد. انت ضربت الواد اللي كان واقف مع اختك؟ ايوه يا جدي. انت كنت غضبان ساعة ما ضربته؟ طبعا. عايز اشوف اقف معاه واسكت؟ شوف يا حبيبي، الغضب فطرة ربنا سبحانه وتعالى حطها في خلقه، ولازم هيجي علينا وقت من الاوقات ونغضب، بس الغضب لازم يكون في محله، ولازم يكون له سبب. في الحالة دي هيبقى غضب طيب وكريم يصلح الغلط، يا إما يبقى غضب كريه وخبيث ودمر. أنا يا ابني خلاص، عقلي بيهرب مني. عايزك لما تغضب تحترم غضبك وتسيطر عليه وتعمل حسابه، لأن غضب من غير عقل بقلة دين وقلة أدب. الحمد لله جت سليمة عم هشام. الحمد لله. شكرا أوي بجد إن أنت خدتني للمستشفى وتسحلت معايا في تفاصيل أنت ما كنتش مضطر خالص تعمل كده يعني. بص أنا مش هحاور عليك، متعود أكون دغري بصراحة. أنا معرفكش، بس أنا عملت كده عشان أأمن وضع نادر ويمشي الحال من غير مشاكل. بس بعد اللي حكيتهولي ده عايز أقولك حق الله الراجل معذور، أخته يا جدع. أنا معاك إن هو معذور، بس هو كان ممكن يتكلم معايا بدل ما يمد إيده ويضربني. يا ريته حتى قعد سمع مني وفهم. أنا نيتي خير أقسم بالله. ما هو بعد اللي عمل أبوك معاهم حكاية بقت صعبة. أما أنا مش مسلم لأبويا، أنا مصمم إن أنا كده كده هتقدم لروح. بس انا عايزك تقعد مع نادر، اقنعه كده ان هو يقعد ويسمع مني. طب سيبنا اتكلم معاه.